ودائما للتواصل معنا ما عليكم الا اتصلوا بنا على الرقم 0537709539. وصلنا لفقرة التغذية. والتغذية هي أساس الصحة ديالنا، فمثلا بمناسبة حلول عاشوراء اللي كنباركوا لكم أولا العواشر عيد تكون دخل عليكم بالصحة والسلامة والعافية، فهذه المناسبة حنا كمغاربة عندنا طقوس وعادات اجتماعية اللي مرسخة في الثقافة ديالنا، أبرزها الإقبال بشكل كبير على الفواكه الجافة اللي كنقولوا لها بالدارجة ديالنا الفاكية، واستهلاكها في هذه المناسبة كيكون أكثر من أي وقت آخر. والمثير للانتباه هو أن تناول الفواكه الجافة ما خصوش يكون حصري على هذه المناسبة فقط، وهذا شي عدد كبير من أطباء التغذية اللي كينصحوا بها وكيقولوا لنا أن لازم أننا ناكلوها من حين لآخر. لذا المناقشة موضوعنا معي عبر الهاتف الدكتورة أسماء زريول. مرحبا بك دكتورة. مرحبا بك سارة، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. شكرا لك على قبولك الدعوة دكتورة أسماء زريول الأخصائية في التغذية والحمية. مرحبا، نحن دائما في رهن الإشارة. شكرا لك دكتورة. أولا بغينا نعرفوا فوائد الفواكه الجافة عامة والقرقاع خاصة دكتورة. فعلا دابا قلت لي واحد المسألة مهمة في التقديم ديالك، هو أن هذه الفواكه الجافة ما لازمش أنها تكون فقط حصر على المناسبات، يعني واحد المادة غذائية اللي هي غنية غنية جدا، اللي لازم نحاول نبداو ناخذوها بصفة يعني مستمرة على طول السنة، كل واحد على حسب الاستطاعة ديالو. فاليوم يعني قررنا نبداو ونتكلموا في أول يعني سلسلة ديال سلسلة ديال الأسبوع على القرقاع. القرقاع هو كنتكلموا عليه أنه الفاكهة الصديقة يعني للشرايين، قلب الشرايين، وفاكهة الجمال، فاكهة الجافة الخاصة بالجمال. يعني كتصنيف ديالها علاش؟ لانها غنيه بالفيتامين اي، والفيتامين اي معروف جدا الدور ديالو في يعني في نضاره وجمال وتجديد الخلايا بصفه عامه، خصوصا الخلايا ديال البشره. يعني صلاح الى لحد ما كاين بزاف ديال الكريمات وبزاف المكملات الغذائيه اللي كنلقاو فيها هذا الفيتامين هذا. واللي من الاساس كيكون الهدف منه هو اعطاء النضاره والشباب للبشره وحتى للشعر ايضا. كذلك بالنسبه للقرقاع هو واحد الفاكهه اللي علاش قلنا انها صديقه للقلب والشرايين، حيت هي كتهبط الكوليسترول، داك الكوليسترول اللي ما مزيانش اللي هو LDL، فهي كترجعه للنسبه المثاليه ديالو، لانها فيها دهون اللي هي جيده واللي كتشكل نسبه كبيره من الدهون اللي كنلقوها في القرقاع. نعم. وهذا الشيء هذا كيكفينا اننا ناخذ يعني الدرجه تقال اننا الى خدينا بين 30 غرام وتقريبا 50 غرام كل نهار، بين 30 و 50 كل نهار يعني باستمراريه، فاحنا كان هذا الشيء كيؤدي لان الكوليسترول كيرجع للقيمه الطبيعيه ديالو. وهنايا كنبغيو نقولوا اننا خصنا ناخذوا بهذه الطريقه خصوصا في اطار واحد الحميه اللي هي مثاليه، فكيكون يعني المفعول اكثر واكثر. كذلك يعني معروف ان القرقاع عنده واحد القيمه حراريه ولا فيه طاقه يعني اللي هي كثيره، ولكن واخا فيها الطاقه اللي هي كثيره فكلها فوائد، حتى الدهون بنفسها كيف ما قلنا. اذا ما غنخافوش منه اننا نستهلكوه يوميا، حتى بالنسبه للناس اللي الوزن ديالهم كيكون زائد، فبعد الدراسات كشفت ان التناول ديال القرقاع ولا بعض الفواكه الجافه كانت يوميا يعني ما كتخليش الانسان اللي كيعاني من الوزن الزائد انه يطيح يعني على الوجبات الرئيسيه بشكل كبير، يعني ياكل فيهم بكميه كبيره، وهذه المساله هذه كتساعدو على انه يحافظ على الوزن ديالو. نعم. كذلك بالنسبة للقرقاع يمكن لنا ناكلوه بطرق عديدة، يعني يمكن لنا ناكلوه في سلطة، يعني نديروه سلطة خضراء، يمكن لنا أننا ناكلوه كيف ما هو، خصوصا الناس اللي ما تيكونش عندها الوقت ديال الغداء ولأنها تفطر، ولا فهي هو واحد الوجبة اللي هي مهمة جدا وسهلة أنها تتخذ. أيضا لازم أننا نعرفوا نختاروا القرقاع اللي هو ذو جودة عالية،
يعني القرقه ما لازمش انه يكون كحل ولا فيه ريحه ديال الغمال يكون الثمن ديالو رخيص واخا يكون حتى يعني باطل ما ناخذش انا هاد خصوصا دابا في الاسواق كيديروا بحال هاد الانواع ديال القرقه اللي تيكون الثمن اللي هو قليل وحنا الهدف ماشي انك تشري القرقه كيف ما كان لا خاصك تشري القرقه ويكون نوعيه جيده لانني الا خديته غير من الاولى فيه الكحل فهنا كنعرض نفسي للفطريات. نعم. وبالتالي راه لاحظنا ان كميه 30 غرام مثلا يوميا ولا بطريقه شبه يوميه كتكون كافيه للانسان انه يستفد من هذا الغذاء اللي هو مهم جدا بالاضافه لانه غني جدا بالالياف يعني اكثر من تقريبا اكثر من 3 ديال الغرام ديال الالياف فهي كنوجدوها فيه فكل فوائد القرقعه. نعم دكتوره اسماء زريول بغينا كذلك نعرفوا على ديك الاسواق دابا التطور والطريقه تحفيظ الفواكه الجافه تبدلات ولو كيضافوا لهم محفظات واش القرقع كيبقى عنده نفس الفائده؟ نعم بالنسبه للحفظه ديالو احيانا كيضاف ليه بطبيعه الحال كيكون هناك مواد حافظه اللي كتضاف ليه غير هو ماشي القرقع بالضبط اللي معني بهذا المشكل هذا اللي معني بهذا المشكل هما ذوك الفواكه المجففه بحال البرقوق بحال المشمش اللي مازال ان شاء الله غنتكلموا عليهم فهما اللي كيضاف ليهم بعض الاضافات باش كتخلي اللون ديالهم وكتعطيهم ديك اللمعان وكتحبب يعني في الشكل ديالو اما القرقع المشكل المطروح فيه بالاساس ماشي المواد الحافظه وانما انه دغيا الا كان فاسد يعني لونه كحل ولا فيه ديك الريحه شويه واحد الريحه شويه ديال الغمون فهنا يعني من الاحسن اننا ما نستهلكوش انه نخلصوا منه. نعم. فهذا هو اللي لازم يعني نتاكدوا منه حتى لا كان عندنا في المنزل لازم اننا نديرو في يعني في قرائي محكمة الاغلاق وبعيدة على الرطوبة باش نحافظوا عليه بشكل اللي هو جيد ونحاولوا نتكدوا يعني كل مرة ما نخزنوش عندنا بزاف. نعم دكتورة اسماء زرول بغينا نعرفوا ايضا بالنسبة للمرأة الحامل شنو القياس اللي خاصها تاكلوا واش ممكن بعدا تاكلوا؟ بطبيعة الحال المرأة الحامل خصوصا في 3 ديال الشهور الأولى ديالها وعلى يعني طول مدة الحمل تكلمنا على أن الألياف الورقة غني بالألياف وغني بالفيتامين أو وغني بالأحماض الدهنية اللي هي أساسية واللي هي جيدة وأيضا غني بالألارجينين اللي هو حمض أميني أساسي فكل فوائد وبالعكس حنا كنصحوا المرأة الحامل أنها تستهلكوا بطريقة منتظمة بكمية اللي هي مهمة إذا كانت يعني كانت محبب ليها وكتبغيه لأن هذا الشيء ما غيكون ليه إلا تأثير إيجابي على الجهاز الهضمي ديالها لأنه كيحسن كيحيد القبض وكذلك كمغذي يعني إلا كلات مثلا شوية ديال القرقع فهي كتكون كلات واحد الأكل اللي عنده كثافة غذائية عالية جدا. نعم. كيبقى أيضا الناس اللي ما لازمش أنهم يستهلكوا القرقع هما الناس اللي كياخذوا عندهم يعني المشكل في الكلى ياخذوا التصفية واللي عندهم الحصوات ديال الكلى اللي عندهم الحجر في الكلاوي نعم. ما لازمش أنهم ياخذوه خصوصا اللي كيديروا أيضا دياليز في المرحلة النهائية. فممنوع عليهم لانه غني بالبوتاسيوم غني بالمعادن غني بالمنغنيز غني يعني بالمعادن اللي كيصاب على هاد الناس هادو انهم يصفيوها. نعم. لازم مزيان انهم يردوا البال ما يتناولوش خصوصا في هذه الفتره الناس اللي عندهم يعني كيديروا التصفيه ديال الكلى ولا مشاكل في الكلى من الافضل ماشي من الافضل فمن المحتم عليهم ما يقربوش ليه. في حين ان الناس اللي كتعاني من السمنه واللي كيعانيوا من الكوليسترول واللي كيعانيوا من السكري كيكون مسموح بل من الجيد انهم يتناولوا هذا القرقع هذا بالضبط الكميات اللي هي محدوده راه تكلمنا على 30 غرام في المتوسط يوميا. الاطفال ايضا ممكن اننا نعطيو لهم كوجبه يديوها معهم من دراسه ولا نعطيو لهم بها يعني شي وجبات اللي هي شهيه فكتكون احسن بطبيعه الحال من اننا ناخذوا لهم مسائل اللي هي يعني شهيه ولكن ما فيهاش صحه. نعم دكتورة أسماء زريول شكرا لك على هذه المعلومات القيمة كنتمنوا أن تعم الفائدة جميع مستمعينا الكرام. دكتورة أسماء زريول طبيبة وأخصائية في التغذية والحمية.